كنت لاعب من المستوى المتوسط زائد. هذه كرة السلة الحقيقة، أنا في الحي الذي كنت أسكن في القصبة كان يقطن بجانبنا مدرب البنودية الوجدية اللي هو جزائري، وكان دائما وكان أستاذ للرياضة، دائما يقول لماذا لا تأتي إلى الباسكت؟ كنت أنا نسبيا طويل القامة نسبيا، وكنت رياضي، كنت في المدرسة كان يعرفوني مثل القفز الطولي الجري، كنت عندي معدلات جميلة، كنت من الأوائل في الرياضة. فهكذا اكتشفت كرة السلة وأنا منذ الصغر، ولعبت مينيم كادي جونيور حتى الفريق الأول، لعبت مع فريق المولودية الوجدية. متتبعي موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ محمد عبد الرحمن برادة بمناسبة صدور كتابه شغف وإرادة، رهان في الإعلام والثقافة والسياسة. في هذا اللقاء سوف نحاور الأستاذ محمد عبد الرحمن برادة حول عدة مواضيع التي وردت في هذا الكتاب، وقبل ذلك ننوه إلى التعريف بالأستاذ برادة، ومن مواليد مدينة وجدة سنة 1941، حاصل على دبلوم اللغة العربية من المعهد العالي للدراسات المغربية بالرباط، تلقى تكوينا في مجال الصحافة والإعلام بمعاهد أجنبية، عمل أستاذا للغة العربية في البعثة الجامعية والثقافية الفرنسية بالمغرب بوجدة ما بين 1965 و1968، وأصدر جريدة كوريسبوندونس دو لا بريس ماروكان سنة 1974، وعضو مؤسس ورئيس مدير عام مجموعة سابريس سنة 1977. هناك العديد من المحطات التي مر منها الأستاذ برادة، فهو كان رئيس لجنة أخلاقيات البرامج التلفزيونية بالقناة الثانية، رئيس لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للصحافة الكبرى 2009، رئيس لجنة دعم الكتاب وزارة الثقافة 2016، حظي بعدد من التوشيحات والتتويجات منها وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة 2004، الجائزة التكريمية الكبرى للصحافة الوطنية الدورة الأولى 2003، الميدالية الفضية للأكاديمية الفرنسية للفنون والعلوم والآداب 2010، وعدد من يعني لائحة طويلة من المناصب والاستحقاقات التي مر منها الأستاذ برادة. في هذا اللقاء سوف نتناول عدد من القضايا التي أثرها في الكتاب، وخاصة تأسيس شركة سابريس. برادة مرحبا بك في هذا اللقاء. شكرا ومرحبا بك انت. سي برادة، هذا الكتاب يعني هو واحد تأخر صدور ديالو، لأنه قصة ديال سابريس اللي هي كتهم الصحافة الوطنية في المغرب والقطاع ديال التوزيع. وقبل ما ندخلوا في أهم مفاصل لهذا الكتاب ديالكم، قليل كيعرف بأنك كنت أستاذ ديال اللغة العربية، وكنت أيضا لاعب كرة السلة، وبأنك كبرتي في مدينة وجدة في الأربعينات والخمسينات. تمام. بالفعل أنا كبرت وترعرعت في أحضان وجدة، وجدة المدينة العتيقة بماضيها المجيد، وجدة المجاهدة، وجدة التي نحتفل بثورة الملك الشاب 16 غشت قبل 20 غشت، لأنها كانت فعلا سباقة في النضال. وأنا أنتمي إلى عائلة وطنية عريقة بحيث الوالد ولا أمامي كانوا يخلوا للسجن ذاك الوقت، كانت في مرحلة إن تربيت في أحضان الوطنية، لأنني لم أكن أدرس اللغة الفرنسية، كنت أدرس فقط اللغة العربية في مدرسة حرة تسمى مدرسة أبناء الوطنيين، مدرسة مصطفى المشرفي في وجدة، التي كانت مدرسة تلقن مبادئ الدين وكذلك مبادئ الوطنية والأخلاق وأشياء أخرى لم تعد تدرس اليوم في المدارس العمومية، كنا ندرسها. وكانت اللغة الفرنسية عندنا في المدرسة الحرة كلغة أجنبية، تتعلم فقط الحروف الأبجدية الفرنسية وبعض الكلمات. وبعد أن حصلت على الشهادة الابتدائية سنة 51 وعشر سنوات في تلك المدرسة، كانوا بعض أفراد العائلة يطلبون من والدي أن ألتحق بالمدرسة العمومية الفرنسية، وبعد أخذ ورد اتفقنا على أن أذهب إلى المدرسة العمومية، والتقيت المدرسة العمومية الفرنسية في وجدة،
مدرسة سيدي زياد من أحد أقدم المدارس في العمومية في المغرب، هي لا تعود عن بيتنا بأكثر من 200 متر، هي في منطقة باب الغربين والقصبة، المنزل العائلة كان في القصبة. دخلت مباشرة إلى المتوسط الأول، يعني وأنا عمري تقريبا 11 سنة، يلا عاد مشيت المتوسط ابتدائي بحال عاطفه، لانني كنت في المدرسه هذيك بداياتي السنوات الاولى، الخمس سنوات المدرسيه كانت في المدرسه حره، وكانت في المدرسه حره ذاك الوقت تعلم فيها اللي كانت العلوم حتى البلاغه والعروض وفقه اللغه فهذه في المدرسه الابتدائيه حره في المدرسه، بعتقد هي المدرسه الحره انذاك كانت تهيئك للدراسات العليا، بحيث كنا مجبرين بعد الدراسه ان اما ان نلتحق بالقرويين او نذهب الى مصر كما فعل عديد من الاصدقاء المصري لنلتحق بالازهر او الجامعات العربيه اللي في مصر. فاذا التحقت بهذه المدرسه وبعد الشهاده الابتدائيه ولجت الى كوليج المومي، درست على المومي، كانت هي كوليج واحد اللي كاين في وجده، وبعدها انتقلت الى ليسي عمر الذي فيه كانت البكالوريا. هذه المرحله الدراسيه. في هذه المرحله بالضبط كنت نشيطا في انا يعني بالموازاه مع الدراسه، كانت عندنا الحقيقه انشطه مكثفه جدا، كنت كشاف شويه الحسنيه، اصبحت قائد وشاركت في التجمع العربي الذي كان في المعمورة مع عبد الكريم الفلوس الله يرحمه ولطيفة الفلوس، وأول مرة فتيات الانبيئات اللي احتفلنا في سنة 58. في بداية الاستقلال كان الشباب في وجدة وفي كل المناطق المغربية يعرفون زخم الأنشطة، كنت إذا لم تكن كشاف كنت تلعب الرياضة، ولم تكن في الرياضة كنت في الشبيبة المدرسية، وش غير الشبيبة المدرسية كان نادي آخر بالمسرح. كانت أنشطة في بداية الاستقلال، كان هناك واحد الطفرة بحيث كنا متشوقين لأن نتعرف بيننا بعضنا البعض، ثم أن نكتشف بعض الأشياء التي لم نكن نعرفها من قبل. كان الزعماء طاغية عليها. كيفاش يعني مشيت للتدريس في الشبيبة؟ كيفاش مشيت للتدريس حق غير غلطة طبيعية؟ كيفاش؟ أنا بعد البكالوريوس كنت نلتحق بباريس، تسجلت في دراسة العلوم الشرقية للونز اوريونتال، ولكن ما كانتش عندي المنحة، ففضلت ان اشتغل سنة قبل الذهاب. بدا يمكن بالبكالوريا في وجدة، كنت معيد، كنت ريبيتيتور معيد في الليسي، كان يوجد يعني معيد كان تعطيه، فاعتقد لم تعد موجودة الان، حين يتغلب استاذ فانت تعوضه ان لم تكن تعرف ما تدرس لك، كنت على الاقل يعني الامن داخل القسم، يعني تسعى الى تهدئه التلاميذ قبل ان ياتي الاستاذ، هي مريحه وتمكنني من متابعه دراستي في انتظار الرحيل الى الدراسه. فحين قدمت عده طلبات للمدارس القليله على قلتها انذاك الثانويات، لم يجني الا جواب واحد من الثانويه الفرنسيه للبيئه الفرنسيه اللي كانت ثانويه البنات اللي سجل في فوز. فطلبوني ان احضر، فقالوا لي انت عندك دبلوم في اللغه العربيه، وحنا عندنا استاذ اللغه العربيه كان ياتي من باريس لم ياتي، ما رايك لو درست اللغه العربيه؟ طبعا فرحت، اولا مدرسه البنات، ثم تدريس اللغه العربيه اللي كنت اعشقها كثيرا، ثم تجربه لماذا لا؟ فطبعا بدات ادرس في ذاك الليسي، واكتشفت ان كانوا يدرسون العربي، اللغه العربيه كلغه اجنبيه ثانيه. كانت البنات لم اكن اكبرهم الا بسنوات قليله، سنتين او ثلاث، كنت مدرس في قسم البروفي والسكوند، فلم يكونوا يعرفون العربيه ابدا، ثم كانوا يدرسون ببعض الكتب الفرنسيه الاستعماريه، بحيث مثلا كما كاين فعل فاعل به ضرب الولد اخته، لم يكن هناك قبل الولد صديقته او اخته، لم يكن أكل زيد تفاحة، البنت بكت، كانت بعض الأشياء تشعر بأن الاستعمار الغزو الثقافي الأجنبي شعرت فيه التدريس. المناهج التي كنا نشتغلها التي كانت تأتي من فرنسا كانت كلها
ليس فيها ما يخلي يتركوا التلاميذ يعشقون اللغه العربيه. فبدات اجتهد انا اولا كنت يعني تجربه اعيشها، لم يكن عندي ابدا امل في ان ابقى مدرسا طول حياتي ولا هي مهنتي، ولكن اكتشفت ان المهنه عين شريفه جميل، ولكن اكتشفت اللغه العربيه كيف يمكن ان احبب هذه اللغه التي درستها منذ صغاري. فلم اكن اشتغل بالمناهج اللي كانت يعني بدل المحفوظه اللي كانت تجينا من فرنسا يتكلمون عن التاريخ الفرنسي، كنت تجيب قصيده لنزار قباني او للمنفلوطي او جماليه اللغه العربيه، كنت اعطي امثله لتبرهن ان العالميه اللغه غنيه واللغه مفيده. طيب هذه تجربه التدريس، وايضا كنت لاعب كره السله. طبعا كنت لاعب من المستوى المتوسط زائد. هذه كرة السلة في الحقيقة أنا في الحي الذي كنت أسكن في القصبة كان يقطن بجانبنا مدرب المولودية الوجدي اللي هو جزائري، وكان دائما وكان أستاذ للرياضة، دائما يقول لماذا لا تأتي إلى الباسكت؟ كنت أنا نسبيا طويل القامة نسبيا وكنت رياضي، كنت في المدرسة كانوا يعرفوني مثل القفز الطويل الجري، كنت عندي معدلات جميلة من الأوائل في الرياضة. فهكذا اكتشفت كرة السلة وأنا منذ الصغر، ولعبت مينيم كاديج حتى الفريق، ولعبت مع فريق المولودية الوجدية، ثم بعد انتقالي للدار البيضاء بعد جيت في فرنسا، وبعد في الدار البيضاء مع فريق سي ام سي نادي البلدي البيضاوي، ثم اسست فريقا اللي هو النادي الجامعي البيضاوي لكرة السلة. نتكلم على الرياضة فيما بعد.